Thank you.
الامبيونس الليله باش تكون نار 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 كيما العاده. مادام موجود معانا احسن جروب يعمل امبيونس واحسن جروب يلمي لو فو ريبيليون تسهروا معاهم الليله. مرحبا بكم في جودي تو. من الجاي جودي تو مخي لقيتو في الغربه لقيتو في الحومه لقيتو في العيله. استثنائياً كرونيكر لأول مرة وليد التونسي. رابعة السيفي هاجر إدريس. مرحبا هاجر. وسيم ميغالو. عزيز غزواني. مرحبا عزيز. مرحبا اقوى فيبريك في الحوار. قبل ما نبداو اي عاده بشويه مازلنا في الفوره مازلنا واحده واحده. انت والجمهور تابعين معنا ولا تابعين ميغال؟ هذا عاد يمشي برا مش مع ميغال. امشي مع ميغال. تعالوا احنا اليوم عنا ديربي يا فرمان.
عرفتك لي الاربيتر الاربيتر في الاخر يصفق عليهم الزوز. برافو هاي برافو. يا امين امين يا عشود يقعد تهد هلا. سي بون سي بون سي بون. بديت الحلقه الاولاد ميرسي يعطيكم الصحه في فورمه اليوم هايجين. اليوم عندنا ديربي ما بين وليد ووسيم. دونك كل واحد عنده فيراج او حاضر ديربي سخون الديربي اليوم ما بيناتهم. ذكر الساده المشاهدين انه الجمعه الجايه كيما اليوم اللعبه باش تكون على 20 مليون كاش. بما انه 10 ملايين شويه بما انه 15 مليون ما عاد يعملوا شيء 20 مليون باهين تنجم تربحهم كتاب على حرف تي بالاس ام اس على 85 811 الحنينات موجودين انت اللي تربحهم بحرف تي بالاس ام اس على 85 811. صديقنا كافون مش موجود معنا اليوم مريض شويه دونك ان شاء الله لاباس. قلت شو لاباس قال لي ولا ديما يصفق تصفيق قدام تصفيق قدام. قالوا كافون مش هنا قالوا يبداوني كافون عامل حاله. كافون تحية كافون وليد اول مره كرونيكور اول مره مش اخر مره اخر مرة لا ما نتصورش. اون توكا تشوفوا وليد راه سامباتيك وما حداه وباش نعملوا معاه جو على الاخر والله بالحق وعلى طبيعته اللي ولا اللي فما يقولوا اللي فما يقولوا. رابع كيفاش تعديت الجمعة؟ الجمعة تعديت سبعة متعبة شوية متعبة شوية بين تونس بربي تخدم ساعتين شنو هي متعبة؟ بربي جوست نحب نجاوبك بربي شنو تعمل؟ زاير شنو تخدم في الجزائر؟ ما نعرفوش على الحقيقة في الجزائر كنت تجيب الدخان انا قالوا لا مش كيف عشيري راجل ما تعرفوش انا ناخذ طياره نمشي صح الكونتراتويت ونجي نصور جوجيتو ونعاود نرجع للجزائر هو في تونس ويجيبوا له الكونترات ويصححهم لهنا باهي يا ميقالو باهي يا ميقالو لاباس بالعاده ممتازه جمعه ممتازه مين روعه روعه تقتل الجمعه اللي عديت شو نحكي لك اسمع انت انت نهار الخميس ما تنجم تعديه كان نهار مزيان تعرف عليه عليه خاطر بحذاك المزيانه احلام هذاك علاش الاناقه والجمال الاخت احلام ساعات رسقت اخت ولا اخت ولا اخت احلام الاخت احلام والاخ زياد ديما عم بعمل وعاد جمعة هايلة والله جمعة باهية ونبلغ لكم سلام البلفيدير رجال البلفيدير يسلموا عليك والله بالحق والله مشيت نهار السبت والله روعة ان شاء الله ان شاء الله لاوي نبر علي انا كيفاش في تزايد تعرف راسته غادي صحيح في الريون الريون تاع السيودة سيد ولدي سيد راه والله ولدي سيد لا والله لا والله بدا معاهم زيدون زيدون هذاك الاسد هذاك زيدون الاسد الجمعة هذي علاش سألتكم كيفاش عديتوا الجمعة خاطر الجمعة كامل اللي عنده فيسبوك حتى انتم السادة المشاهدين اكيد شفتوا يا قديم يا قديم دونك ولا نشطر البيبليك اللي عندنا لهنا ما فما حتى حد قديم فيهم هذا كلهم لا فما نيو نيو هكا يعني ريان ريان هكا راه فانيل مش عارف إيبا وي ريان قديم من قبل مش من توا. قديم قديم هذاك. قديم من قبل. قديم يحب الكليم هذاك. دونك هذاك علاش هذاك علاش قبل ما نبداو الحلقة نتاعنا اليوم كل واحد اختار لنا تصويرة. شوف كل واحد شنو التصويرة اختارها لنا تذكروا في الصغر نتاعنا. نبداو مع رابعة شنو اخترت لنا رابعة؟ إفريقيا قارتنا. إفريقيا قارتنا اللعبة إفريقيا قارتنا يا حسرة. إفريقيا قارتنا أنا صغري عديته في سليانة. تحية للناس في سليانة. on n'avait pas beaucoup de moyens de divertissement donc تقايل علينا القايله وحنا نبيع ونشريو في غينيا بيساو والسودان والفراشي اللي نوطه تبعتك رابعه هذيك لا احنا كنا نلعبوا في الصيف الحق هذيك في الصيف الفراشي شتي تقرس وليد شو اخترت لنا؟ اخترت الكاسيت كاسيت هو يحلف في المسلسل عرفت هذيك هاكا تاع ديسكو واحد وجو هاوس وانت في تمك الشيخ وتشتع وانت بريخ بريخ وبعد ستيل وبرا تقطع 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 بسكوتش فما شكون لصق بسكوتش قصه هذيك نحي الفران كامل يتنحى لا خلطت على الكاسيت يا قديم سديد لا ولا خلطت والله يا قديم سديد اي شو كنت تسمع قبل؟ بعد عاود من الاول جديد بستيلو كنت تسمع وليد قبل؟ كل شيء كل شيء كاظم الساهر على رغب على كاظم على رغب على جورج على مكثوم على مزود الربوخات بوب عاد بوب هذاك ما تحكيش هذاك نتاعنا يعرفوا الجماعه عاد مسكول انا راك تشرب السندريه بوب هذيك تحطها في الدار اي وهجر شنو اخترت انا؟ بون اخترت كيسيغ فيتمون شكاره لبستها برشا ايوا بون لبست كانوا قبل ستاتونيزيان والكيكيب ناسيون يعطيونا هكاك لي سور فيتمون Tu as l'impression que tu es pas à bout de parachute tellement le courant d'air يضرب وكل شيء. Ah oui, il y a قدر عليه. فما بوبليسيتي نتاع الدخان كمل تويت يجري وهكا يصير يطبخ هكا. ميغان حب تقنعنا هي اللي هذه خلط عليها في صغرها.
بيان سور ماشي بون كل اخرى هذيك خلط عليها هجره في الكبر هي في الكبر هذيك اللي حكيت عليها الجمعه اللي فاتت قالت نقعد بها جمعتين في الدار من الخرج هذيك هي ونرقد بها ونقوم بها هذيك هي هاي خنشوفوا ميغال شنو اختار انا باش نخرج على الاوردينير شويه باش نحكي على حاجه اخرى لا ما خرجتش برشا سامحني ما خرجتش برشا ليه؟ في نفس المستوى يا حسرة إيه قد يسوم ميغال قد يسوم والله ما عاش عمري ما شريتها ديما نفك هذه الزيت هذه كلنا بها ترايح زلقنا بها في الدوش وعندها حس سبيسيال نجمش نجم نعمله هنا ولا لا كي تبدا مبلوله تعرفني قدرها ياسر زيك وذي ونحبها وعندها غلطه اكبر غلطه فيها هو صباعه صغير وزله فرد كبرى والكبير حاطين يتحسن طلعت هو ده محل فما زوز ما عندهمش علاقه بالجروب خاطر هو قديم ومزوز مازالوا صغار تو قبلوه في الجروب مراسكين معانا باش اخترت احنا ولا فيك اني ما عنديش قديمه برشا اخترت اللي بعنا خسر دلعنا كي كان يغني انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليه تخط عليه هكا رغم عليها اسمع والله انا اللي اقسم بالله يا روحي يا كفو كفو كي قاعد تتفرج فينا عندك امل كي تكبر عنده امل كي يكبر بشنو؟ بس يولي بوغوسكي ما راغب عليه ما تعرفش الاخ زياد والله اخترت انا دابوزه نتاع شامبوان يظل العباد تثبت عليها هذه تغسل بها روحك تغسل بها الكهرباء ترقاها في الحجاب هاكي تصويرتك صحيح والتصوير هذيك الحيوان هذيك ما فهمتوش الحيوان هذاك والله الدابوزه هذيك شامبوان نصور العباد الكل خلطت عليه والله خلطت عليه الفيزون مش موجود في بالفيديو زياده فما منها بال ليه فما منها بخلطها بالطفل مارون لا طفل لا ما قلتش عم في شعرك وليد اما انا ما عملناش خسرنا بيه احنا الفيزونات هذايا خسرنا بيه مش خسرنا بيه وليد شم ريحته ملعومه نعرف خسرنا بيه كراهب خسرنا بيه كل شيء كل شيء شعر كل شيء كل شيء كل شيء اه الريزلتا ما شاء الله الله اعمل هكا كلش من هذاك ما هو بدا ينبت بشويه بشويه يحط ويركض بيه ما تتكلمش وصبح علاش التونسي اليوم رجع للحاجات القديمه موضوع هذا طرحناه جوست قاعدين نحكيه نحن مع بعضنا بيتبادر الى الذهن علاش التونسي ولا يرجع يتذكر حاجات القديمه ويقول ما احلاها خاطر العباد فدت منكم خاطر العباد ما عادش تبع فيكم وفدت من وجودكم فدت منك واحد الدكتوره كوثر بنتيشه تعطينا اجابه مدام دكتوره كوثر بنتيشه ندخل سيكول مدام كوثر بسيكياتر دونك علاش التونسي اليوم رجعنا يا قديم يا قديم وشيخين وعاملين جو باهي تو كيما كنا نشوفوا قبيله التصاور اللي اخترتوهم اليوم اللي اختاروهم برشا توانسه شبان نشروهم على الجروب هذايا اون فيت القاسم المشترك اللي موجود بين معناها في التصاور هذوما هو الزمان الماضي ذكريات طفولة كلهم ترجعنا للزمن الجميل كما يقولوا دونك شفنا اللي فما تفاعل كبير قاموا به شبان على مع الجروب هذايا تفاعل ايجابي خلق نوع من الديناميكيه على صفحات التواصل الاجتماعي واعطى طاقه ايجابيه فيها برشا احاسيس منها الفرحه منها الحزن شويه حسره شويه حنين للماضي دونك سي لا نوستالجي ان فيت هل نجم نقول التونسي معناتها اليوم ولا رافض الواقع نتاعو راه خايب برشا تلمون الواقع خايب برشا ولا هارب للماضي وحتى الحاضر نتاعنا مانيش فاهمينه فلو كما قال هذا قالها جعفر ما تعاودش كلام جعفر لا خاطر خالف لوغيجي دي بريزون معناها ان فيت هو ديما يبدا من فقدان الحاجه معناها كيف نفقدوا الشيء وقتها كان زيد ما عادش يغسل في شعره اختار شامبوان قالوا نقص ضرب شليك اختار انكونسيامون وي نجم انكونسيامون عرفت دكتور كنت دكتوره دكتور ولا دكتوره دكتور دكتوره كيما وزير تقول وزيره اقول وزير هي بالفرنسي دكتور دكتور ما ندخلش نحكي لك تعلق على حكايات تافهه كيف تافه سامحني يا دكتوره دخل هذا اي ماما ميسيلش خلينا نحبوا نفهموا البساطه يمكن عندها وزن كبير ياسر في حياه الانسان معناها اذا كل ما تتعقد الامور كل ما تخيب و مش حاب تدخل انت لا انا فهمت خليني دكتوره فهمتوا ولا لا ما قلت شنو معناها قلت البساطه البساطه يعني الحياه البسيطه يعني تكون يعني عندها وزن كبير في حياه عند البشر بالاخص كي يبدا يزيد شي تاو
فهمت كل كنت كنت حابه معناها كيما المود سامبليسيتي معناها بالبساطه ما فهمتهاش ليه يعني تقصد سامبليسيتي معناها اسهل يدور تقصد ان اوتر مود دو في معناها نمط عايش النمط نتاعنا الكومبليكس حياه كان نسيت برشا هذاك علاش هربي علاش قلت كما كانت تعقدت الحياه معناها تعقدت وليت معناها والملتي ميديا ونعرف شنو الحكايه تهزتنا بعيد جوست شلخص شلخص لك دكتوره كلام ولي وليت قال لك اليوم تلمون العيشه ولات معقده هذاك علاش ولينا نرجعوا للتوسكي بسيط قبل سهله الدنيا سهله اليوم ولات معقده برشا جوستومون سي اون سورت دو نوستالجي معناها الحنين للماضي ذكريات حلوه اللي هي جينيرالمون مرتبطه باحاسيس ايجابيه معناها كي يتذكر الماضي نتاعو في الطفوله هذيك يتذكر معاها احساس نتاع فرحه نتاع سعاده هو جينيرالمون فما الكاركتيرستيك معناها خاصيه في الحنين الى الماضي انه يتفكر الانسان الى توندونس انه باش يتفكر حاجات ايجابيه اون ديغي اون ايديال du moment avec oui il y a une seule chose de salbe et je peux faire l'égypte au salbi ama une sorte d'idéalisation et il y a je te le souvenir avec mortabot acte docteur tour de table ma je vais chanchouf clinique ma femme on se dit qu'en clinique et tu m'octane à bloc en terre grave à l'élu et n'a pas ni la mardi ma marboute bnoxani la stabilité flouéka wab ben ولي تصورتي جبت لنا كنت تصويره نتاع فلقه فما حنين الماضي كنت فلقه وليد قبل فماش ما عرفش فما عزبك جينيراسيون تاعنا معناها فماش كون كريش فلقه تو مازال متراس باه اليوم اليوم حياتك ترى فيها معناتها معقده صعيبه اليوم الدنيا حياتي انا بركه حياتي معناها حتى صغار كي باش تربيهم ولا باش تقريهم برشا حاجات معناها باش تبدلت بدلت برشا حاجات باه هاج شنو رايك؟ عجبتني الحياه فو جوست لا ميتريزي وكا انت عجبت ديجا في القديم الحاضر الفو لا جيري معناها الفو ترضى بها الفو لا جيري ميغال تفضل اسكو مقتنع اليوم بالواقع نتاعك؟ مقتنع انا نجي عند ربي مبارك مقتنع بالحاضر وبالماضي وبالمستقبل اللي قادم قدك شنو الله بارك الله فيك شكرا لك جزيلا ما تصفقوش خلي صفق واحد ما تصفقوش مدوا سبحه بدا من لا خلي صفق واحد يعجبني زيت المكتب حدايا مش مقتنع على خير باه زين مقتنع انا كيما ميغال ما قطعوش بعضنا ما قطعوش بعض انا مقتنع وراضي باللي يعطيه ربي وواحد ديما لازم يامن بربي حتى انت وين كنت وين صبحت امين يا رب حتى انت وين كنت وين صبحت باه دكتوره بوغ فينيغ شنو نجم نقول بوغ فينيغ نجم نقولوا اللي شبان هذوما اللي نشروا الصور هذوما حبوا يوصلوا لنا كيلكو ميساج انديريكتومون الرساله الاولى هي البحث عن العاطفه معناها ان بوزوان سور لو بلان افكتيف الميساج الثاني هو معناها البحث عن السعاده كما قلت لكلكم اون ديغي واحد فما حاجه يحسها ناقصه يلقى روحه في موقف فيه شويه ضغط نفسي فيه شويه انكسوجين نقولوا احنا دونك يلقى روحه انديريكتومون يمشي لوج على مخرج باش يبعدوا فوالا ايشاباتوار باش يبعدوا على الموقف هذاك دونك يولي معناها سكون ابيل ان ميكانيزم دو ديفونس بسيكولوجيك يولي يرجع بالزمن للماضي اون ديغي يحاول يلوج فترة زمنية يلقى فيها روحه أكثر يحس فيها فوالا بالأمان يحس بالأمان لا سيكوريتي اون زون دو كونفور ويحس بال يبعد على الغموض من القديم اللي كنا نحكيو عليه ومن يا قديم باش نمشيو لحاجة إين وجديدة وآخر ما صدر مع سامسونج تحفة جديدة تنضاف للسيرين تاع سامسونج جالاكسي A51 صراحة ديزاين ممتاز على الأخر ان بيجو بالرسمي خاصه اللون هذا يمشي معاكم البنات على الاخر بالرسمي تليفون ريشه خفيف في التكنولوجيا الاخرانيه كلها نتاع سامسونج خو وليد هاكا تحب اعمل طلع دونك حاجه ممتازه على الاخر وخاصه اللي عجبني وشد انتباهي في التليفون هذا انه يتشرج فيسع لف لف دونك جبت لكم تليفون طافي ديجا اكريتوه ما مش يشحن فوالا دونك طافي ديشارجي التليفون جمله باش نحطوه في الشارج التليفون هذا ونشوفوا لو طون اللي كملنا لاكسيون مع بعضنا قداش بورسنتاج نتاع الشارج اللي باش ينجم يخلط له التليفون هذا باه رجع التليفون يا حتى في وليد هزه من غادي لغادي لا 51 سامسونج جالكسي A 51 في قداش من كاميرا بالله يحسبوا لي مش مصدق اربعه ثلاثه فرانك فلاش هذاك كات كاميرا في فلاش دونك كات كاميرا كاملين وفلاش ومنهم ريزوليسيون هكا ما تنجمش تعطي معلومات على الطاير خاطر ما تنجمش تلعب ودي في هذاك علاه كات كاميرا كاملين فيه منهم واحده 48 ميجا بيكسل 48 ميجا بيكسل والله نجم وانت خوتي تصور فيلم احسن كاليتي موجوده توا هي 4K نورمالمون هكا ولا يبقى هذايا الكاميرا افون نتاعو ميم با اغيير راهي تصور 4K فول اتش دي دونك حاجه ممتازه برشا الجالاكسي A51 هذا باه باش نعملوا ديفي نحن باش تصدقوا لي الكاليتي نتاعو ممتازه زياد
وسيم كل واحد منكم باش يعمل سيلفي بالتليفون وتهبطوه على الكونت نتاعكم الانستغرام لطوني كاملوا الكويز مع بعضنا نشوفوا شكون فيكم اللي يربح الديفي ويلم اكثر جمال. ميغالو خذ سيلفي، زياد اعمل سيلفي، دونك فوالا سيلفيات سي بون مريقلين. اه يا خويا باه، هذه السيلفي نتاع الاخ زياد. ميغالو لازمك تصور. اي ميغالو سيلفي نتاع ميغالو. باه هذه السيلفي نتاع ميغالو فوالا. لف لف فيزا فيزا. هذه السيلفي نتاع الميك فوالا. دونك هذه السيلفي ميغالو. ممتازة ريزوليسيون بصراحة، ملا إيكرون وملا ريزوليسيون، ملا ريزوليسيون فيه. باه لو تو نلعبوا الكويز نتاعنا باش نشوفوا من الفائز بين زياد وميغالو. بلاش شنو رايك ميغالو في الريزوليسيون؟ والله روعة. أبار ريزوليسيون حاجة من ورا الخيال هذيك باش تنطق ريشة. الـ A51 قداش من كاميرا أغيغ فيه؟ سؤال بين زياد وميغالو. أربعة. أربعة إجابة صحيحة. ما قولوا لي قداش من ريزوليسيون في كل كاميرا؟ عندك يا سيدي فما وحيدة 48. 48 إجابة صحيحة. فما واحدة 48. إيش تفسك علي؟ واحدة 48. عندك 16 فما. فما واحدة 16. كوريا. إي كملوا. 46. إي عندي. قعدوا زوز خليهم عندك أنت. يبقى نحسبوا إجابة صحيحة لميغالو خاطر هو اللي قالوا لي 48. دونك 48 ميجا بيكسل، الكاميرا فيها 12 اللي تصور لكم الترا غرون انجل، دونك حاجه ممتازه على الاخر، و5 ميجا بيكسل لتصور الماكرو، و5 ميجا بيكسل للتصور اللي تعطيك بروفوندور في التصوير نتاعك، دونك التصوير تجي فلوتي هكا شويه من تالي، دونك 4 كاميرا كاملين 48 ميجا بيكسل، 12 و5 5. باه السؤال الثاني، كيف تقعد تحكي وال4 جي ولا 3 جي محلوله، قداش يشدك شارج التليفون؟ نهار كامل. 24 ساعة تقصد؟ اي 24 ساعة. باه ميغال 16 ساعة. 16 ساعة. نحسبوا الإجابة الأقرب، هي الإجابة صحيحة، 32 ساعة كاملة وأنت مكونكتي بيه التليفون. دونك زيد الإجابة صحيحة. السؤال الثالث. وين محطوط؟ الإكرون تاع التليفون قداش كبروا بالبوس؟ لحظة احسب بشبر بشبر. أقرب هو اللي يربح الإجابة. هو اللي ياخذ إجابة صحيحة. عندي واحد واحد. أي ميك. قيس في صبعه ميك مش أنا. زياد ابدا انت الاولاد. علي خلي خويا ميغالو. تمشي لا 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 خويا ميغالو. 17 بوس. حسب سؤال هكا حسب بلازما. قالوا 7 الزوز الاجابه صحيحه هي 6.5 بوس، دونك يخليه موجود في الكاتيجوري نتاع الفابليت وبرسمي ليكرون نتاعو راهو حاجه ممتازه كما كان يحكي والله زياد. دونك انتيغرال كامل دونك انفينيتي او بعد الانفينيتي في على موعد مع الانفينيتي او اللي هي اخر تكنولوجي نتاع سامسونج دونك مزيان على الاخر. انفينيتي او اش معناتها؟ معناتها ليكرون كله ايكرون قدامي جوست فما بلاصه كاميرا دوره. كنت تحب وريهم ميغالو فوالا جوست بلاصه ليكرون فما دوره كهو هذاك اش معناتها انفينيتي او دونك كله ايكرون جوست الدوره نتاع كاميرا سيلفي كهو والكاميرا القدامية راهي فول اتش دي بلس فول اتش دي بلس وكما قلت تقديرها شويه راهو تنجم تصور بها دي فيديو 4 كا. السؤال الرابع، وين موجود الكابتور دومبرانت في التليفون؟ هون. واو. في الاكرون. في الاكرون. إجابة زياد إجابة صحيحة. بعدين عملتها. لا. في شيء لا زياد صحيح. ونزيدكم الزيادة نزيدكم الزيادة راهو تنزل وين تحب في النص اللوطاني نتاع الاكرون. ما عندكش بلاصة محددة معناتها وين تحب في النص اللوطاني دونك سهلة على الأخر ولات الفيروياج باللومبرانت والديفيروياج باللومبرانت ديجيتال. السؤال الأخير، قداش ستوكاج في التليفون هذا اللي في يديكم؟ 32 64 64 ميغالو إجابة صحيحة. برافو يا ميك. دونك تصب دي جو تصب تصاور وخاصة الإكسبيريونس الجديدة على ذكر لي جو اللي يلعبوا فري فاير يلعبوا كول أوف ديوتي تصب زيد تصب كل شيء دونك لي جيمر يلعبوا بالتليفون دونك عندكم إكسبيريونس جديدة تنجموا تعيشوها بالمود الجديد اللي موجود في لا 51 يعطيك حاجة ممتازة على الآخر وحاجة تطير طيران. باه باش نعملوا طلة على الديفي السيلفي خلينا نشوفوا شكون ربح ولم جامات أكثر. وينو الفيراج نتاع ميغالو بالله؟ الفيراج نتاع الأخ زياد المكي. ونعلمكم انه لوطون اللي قعدنا الناس اللي لعبوا في الكويز مع بعضنا فانه الاخ ميغالو لم 256 جيم الحمد لله يا رب الوقت اللي قاعدين نلعبوا وانه الاخ زياد المكي لم 231 جيم فانه ميغالو هو الفائز. خلينا نعملوا طلعه نشوفوا تليفوننا قداش تشارجا ميم با قداش قعدنا بالله ميم با 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق حاجه كيما هكا ماكس. إبا تشارجا التليفون 10% في 4 دقائق ولا في 3 دقائق اللي قعدنا فيهم 10% دونك فوالا باش نوريكم
دونك 10% دونك التليفون كان ما يشعلش الجمله صفر كان فيه فوالا التليفون تحل دونك في 3-4 دقائق ماكس هكاهو 10% معناتها تنجم راهو فاست تشارجينغ اللي موجود فيه راهو يقدر حتى شارجمون 15 وات كيما الشارجور اللي موجود معاه معناتها راهو في ساعه في ساعه لف لف دونك تنجم تربح التحفه هذيا تنجم تكون ليك انت التليفون القمقوم الممتاز اللي متوفر في ثلاثه الوان ينجم يكون ليك انت سيد المشاهد تدخل تعمل طلع على الباج فيسبوك سامسونج تنجم يكون ليك انت التليفون هذايا وتنجم تربحه وللتذكير فانه ما تشريه كان سامسونج اللي موجود في اللومبلاج نتاعو في الباكو العلم نتاع تونس خاطر هذاك الجارانتي نتاع التليفون وهو اللي نجم يخليك تتمتع بالجارانتي والمواصفات الرسميه لسامسونج استمتعوا شيخو مع سامسونج جالاكسي اس 50 awesome screen awesome camera long lasting battery life Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. كل عادة الميسيون تاعنا ما تنجم تبدا كان توب فلوب توب فلوب نبداو بالاخبار الاولاني بلوتو فيديو الاولانية اللي كانت دارت برشا للاسف من لحد اللي فات فيديو هي هذه دونك فيديو توقف مباراة نهائي كرة اليد بسبب رشق الجماهير القوارير للميدان وفما عقوبات تنجم لا قدر الله تكون كبيرة تنتظر المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد توب ولا فلوب؟ فما جماعة بهتوني حطوا توب خلينا نفهم الواه هاي ميغال علاش توب؟ فلوب ما كنتش ترى فيها لا فلوب ما توب أحلام عليه طيب خاطر شفيكم مستغربين سامحني معناها شو تقول معناها حسب نقول كان حسبي الله ونعم الواه كي الفاه كيفاش مسخوا صورة تونس طب خاطر اني ديجا مانيش مستغربه هكا حاجه عاديه على الاخر باه ما فهمتش الريمارك نتاعك معناها حاجه معناها حاجه عاديه اي معوض في كفا معناها حاجه عاديه على الاخر قصدي كي ومشي تتفرج وهز درابو تونس ومن بعد ترمي الباب بلاستيك اش معناها؟ معناتها نجم يكون مش راضي صحيح تصرف قايم مش راضي ما ينجم بريف رايك انت حره فيه زياد كلام احلام لا يعنينا وتمثل كان نفسها اسمعني تنجم تسير واحد يا رسول الله هو في فرح واحد من العائله نجم يبلبزها نتصور انا ما بالغلبه عمل رياكسيون ما لقيتش بيه وكا معناتها انت تحكي على عرس تحب يبلبزوا لك عرسك انت كي تجي تنجم تسير معناتها يكرهوني يبلبز لي عرس بربي لا تبلبزوا لي عرس دعوه رسميه تحضروا عرس زياد تضربوا بالدبابه ما يسيرش عرس ولا ميغان فلوب فلوب محلية كان عرس ما بنوا كي وصلنا للفينال جمهور جاء قبل الاخر نحلوا بارونتيز اخرى الجمهور اللي هنا ترى فيهم انت والصاله معبيه فما عباد بتسكرهم لبرا قريب ال 500 ولا 600 واحد بتسكرهم قاصين وما دخلوش مع العلم انه تسكر اللي باعوهم ما يعبيوش شطر الصاله معناها فما شطر الصاله دخلوا الله اعلم كيفاش هما بيدهم الجماعه اللي دخلوا هذوما بلاش ودخلوهم لا علينا شكون دخلهم هما اللي عملوا الخوض هذايا فما عباد محربشه تروح متاع هوند فينال وبرا خسرت انا خذيناك عملناه من ذولي من مصر هزيناه تيتر عملوا له زينه من مصر وما صار شيء وصفقونا من بعد وفات الحكايه واضح انت توقيت هكا مالك مازالش تندوك مازال توقيتي توفى باه هاي ميك يخت معاك لا بالحق خايبه التصوير هما صاروا يمثلوا زادوا فيها وكسيت فما واحد اللي هبط هذاك وعمل له هكا والاخر حرام الله يسمع عمل روحه سي قاعدين فرصه ربي يهدي اي رابعه هكا وانا زعما تروازيم ايتاج مش دوزيام دوبل فلوب فلوب للجمهور وفلوب اللي كنت تتبرر في العنف ما فماش حتى تبريخ ما تقصش عليه ما تقصش عليه من بعد جاوبني شنو تبرر في العنف شنو معناها ما انت ما تقصوش عليا شو واحد وفي عرس في عرسك هذاك عمل اش تحب بابا هذا جمهور يمثل بلاد كامله هذا جمهور يمثل بلاد كامله ممنوع قانونيا اخلاقيا انسانيا رياضيا الكلام اللي قلته ممنوع شنو تبرر في العنف واضح انت توخي ما تجاوبوش بعضنا ليه ما تجاوبوش بعضنا دي كالم دي كالم ما تجاوبوش بعضنا دخل وين بسيكولوجي نتكلم زيد 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 ما تقصوش على بعضكم هي فلوب
اما الجمهور بطبيعته راهو مغشش وداخل بعضه فينال في تونس معناها ما هزيناش كوب افريك لكن هزيناها برشا. الاولاد يعطيهم الصحه جمهورنا احنا هذاك هو ديما راهو في استاداتنا سواء في العون ولا في فوت راهو الدبابز هذيك الشعار نتاعنا. انت تغشش نرمي عليك دبوزه مالك. هكا هو تيغي جمهور تغشش. انت خليت وليش جابوش معاكم بعض جابوا معاكم باهي فازي. خساره نهائي يصير هكا في نهائي بطوله افريقيا العالم الكل يتفرج فينا مسوا من سمعه تونس ويخسر الازمه الاخلاقيه مست سبور فما ازمه اخلاق في تونس مست سبور. ما تحبش بدل رايك تحبش هز لا خلي تحبش هز فلوس انت ما فهمتش شنو قلت ولا لا انت غير مفهومه اصلا كلمه لا خليها تفسر خليها كلمه لحظه تحب بدل رايك تحب تهز فلوب علي نص فيك وكام ما تبش رايي يغزر لاني ما قلت حتى قلت تصرف كيف من هكاكا ما ينجم يكون كان من جي مع عبد متهور معني ما ينجم يجي كان من عند عبد متهور اش معناها قصدي كي سامحني لحظه باش تشجع على العنف معناها باش تشجع على العنف انت قصدي كي ماشي تتفرج ايماج نتاع بلادك دراب وتونس عباد تتفرج واقفه وهما يرميو في الدبابس اش معناها انت تشمي دونجي الناس اللي مشات تتفرج معاك وخطيها سي بون ما كنتش تجاوبوا بعض انا العباد هذوك ما نحسهمش باش تجاوبوا عندي تعقيب صغير جيت نزيدوا معاكم الاولاد هكاهو فانه اتصلنا بالمنتخب الوطني التونسي لكره اليد وحابين نستدعوا لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكره اليد لكن اللاعبيه قالوا نجيو اي وخسرنا ما عندناش مشكل والكره فيها ربح وفيها خساره المنتخب المصري احنا برشا هزينا برشا ما تقصوش عليه جوست لحظه ما قالوا انه المنتخب المصري ونعرفوا بشتى الناس كله لي كونيسور وحتى ملاعبيه قدم في المنتخب الوطني التونسي كره اليد قالوا مصر اليوم اقوى منا شنو مشكل ما عادي شنو بركه الجامعه التونسيه لكره اليد فانه يبدو انها ما تحب تظهر وما تحب توري وجهها كان كي تبدا رابحه هكا هما في الخساره يتخباو الناس الكل وهذا حاجه مرفوضه دونك تخسر اظهر وري وجهك قول لهم خير منا وهذيك هي الروح الرياضيه فوالا سي بون انا جوست تعقيب على هذاك للي بعده حاجه بيه يا انفا كل سبور الجمعه هذايا حاجه ممتازه اللي هي تالق انس جابر برافو انس خسرت في الكارد فينال صحيح اما عملت اكسبلوا كبير برشا اول مره امراه افريقيه عربيه في دور ربع نهائي في جران شلام توب ولا فلوب؟ ميغالو هزت فلوب راك فلوب غاير منها علاه فلوب؟ لا مش غاير بالعكس كله حب قلت لها فلوب خاطر حبيتها تفرحنا وتهز وتيتر هذاك شي تهز مش ساهل راه تهز شو مش ساهل راه هو حر خليه والله العظيم شيء مهور اي فازي 30 سكوند تاع ميغالو بدات توا حبينا تهز معنا حبينا نفر وركزوا معاها شكرتها هاجر الجمعه اللي فاتت سي عطاها وقعوا فلوب هذوما اللي هيك والله تونس كان ركزوا مع شكون مش مانيش باش نجاوبك احنا ولا تفرجوا الاطراح الاربعه نتاع الصباح ومصبحين انت شو صار الاربعه تفرج في الطرح يا اخي عايش معايا انت لا ثلاث ايام سيرام قال لك يعني هاي احلى ما شاء الله نكسبلوا اللي عملته صحيح روحنا ما روحنا خلتنا راسنا عالي معناها نقولها برافو بون كونتينياسيون ان شاء الله ربي معاها زيد اي كي سمعت كلامك تو جاد انا توب هي وفلوب العباد اللي علقت على اللبسه نتاعها بربي انت يا مواطن اللي علقت على لبسه انس نصورك انت تصور كان تلعب بجلباب وتصور كان هي تلعب بجلباب معناتها كيفاش تحبها تهز هكا وتضرب ابكي على روحك وعلى همك هي شرف تونس ابكي على روحك انت يا فاشل يا حياتك داخله يا تافه يا كيما يقول الكلاب تف عليك واضح ما نقولش تف عليك لا رايك هذا راي كل واحد حر في رايه فازي هز انا باش نقول توب الناس اللي وراها توب للعائله نتاعها خاطر توب للفيديراسيون من وقت طارق الشريف بعد محرز بوسيين هزت مع رولان غاروس توب للفيديراسيون هذيا توب للسبونسور نتاعها توب للميديا اللي وقفوا لها في مظلمات سورتو وصلت عطاوها دي فما دي بروبوزيسيون كبار باش تبدل العالم نتاعها والا رفوزي ونحب نقول زيدا انتهى التوقيت انت قولها في دارك اختم هجري فازي اختم هجري لا نحب نقول راهو لو سبورتيف دو نيفو راهو كل بنيه تتبنيها بالحجره بالحجره من الصغرى وليد هاي وليد يا معلم لكن وليد توب كريمي توب بصراحه ما نجموش نقولوا حتى ما نشكوش ما نقصدموش معناها جوالتنا الكبار ولا معناها اللي عندنا في تونس مرام مشات عملت لانكار لعبت مع اللي ربحت سيرينا وليام سيرينا وليام صار طولها 2 متر وقدنا اكثر اش بيك معناها كيفاش تتعدى الكره ما تتعدى ربحتها شنو زي هذيك ربحتها هذيك ربحتها هي اللي لعبت مع انس يعطيها الصحه بارك الله فيها وان شاء الله في مخير ومازال قدامها ومازال صغيره ومازال برشا حاجات ان شاء الله انت توقيت رابع توب وعلى الاخر المراه هي اللي عملت انجاز كبير ياسر وشرفتنا وكان نهار كتب لي ربي يجيب بنوته ان شاء الله تبني حد يا عمر 44 سالس اللي عند ربي مش بعيد المهم ما يجينيش ف
فل كيفك وكا عودك يا رب يا ربي كتسمع منك. باهي كمل كمل هيك. كاو يعطيها صحة يعطيها صحة وكا جاغينا ديغ دوطخ. باهي برافو الأنس جابر حط تصفيقة. تصفيقة على أنس جابر. باهي تفضل تفضل. ضربت راسها ما تروتوش مكياج. جاتني دبوسة من عند البليك. بعد يقولوا كيفاش الجمهور راهي في الدبس. جاتها دبوسة سي. جات دبوسة من عند البليك. باهي فما موضوع مهم برشا. موضوع كان تقال تحكي عليه برشا وفما مخاوف في تونس انه المرض هذا يوصل لتونس اللي هو مرض الكورونا كاردونا كورونا مش كاردونا كورونا وسي دونك المرض هذا فما توينس راهو يعيشوا في المدينه اللي موجود فيها الكورونا اللي خرج فيها الكورونا في الصين بالذات موجود تونسي بعث لنا الفيديو هذايا شوف كيفاش تعاش مع الوضع هذايا نفرجوا فيه تونسيت اسمه سيف. السلام امين على السلامه الناس الكل. انا سيف نقرا في ووهان يونيفرسيتي اوف تكنولوجي نعمل في ماستر ان اركيتكتور هذا عامي الاول في الصين جيت في اكتوبر دونك الكورونا ظهر من الاول في اخر نوفمبر او ديسمبر تلقاو حالات وما همش وقت عارفين شنو نوع المرض بالضبط قعدوا يملوا لي شكوا اللي هو نيوميريا مرض ذات الرئه والا سارس لين في اخر ديسمبر اعلنوا اللي هو نوع من الكورونا واللي هو ينتقل من الحيوانات البرية قاو في شو اسمها في خانكو سوق الحوت لهنا اللي هو زاد يبيعوا فيه حيوانات برية وشاكين اللي هو داخل من الخفافش ولا من الحنوشة خاطر عندهم هنا شربة بالخفافش وشربة بالحنوشة اللي ياكلوها من وقتها قالوا الناس كل زما ترد بالها تاخذ احتياطاتها تلبس الماسك يردوا بالهم يغسلوا يديهم مليح الإجراءات هذيك الوقائية الكل حتى لين لو 23 جانفي اعلنوا اللي باش يسكروا وهان جملة شالوا المدينة سكروا الترانسبور ما فماش مترويت فماش دي بوس المطار سكر لي ستاسيون تاع الترينو كيف كيف سكروها هي مع العشرة متاع الصباح ومعتها الناس كل خرجنا معتها نجري باش نلقاو معتها ماكلة ناخذها خاطر قالوا لنا ماذا بكم ما تخرجوش تخرجوا كان في حالة معتها ان كاد يورجونس معتها حاجة معتها تتطلب الخروج المباشر دونك اللوك داون هذا عندنا فيه تويكا 5 ايام الحركه مشلوله كيما قلت لك ما فما حتى شيء محلول دونك كل الناس كل معناتها في بيوتها عايشين على الماكله اللي عندنا البارح حلونا في الفاك خاطر الفاك عامله مجهودها لهنا باش تخلي معناتها الانترناشونال ستودنتس لاباس اما فريمون معناتها ماهيش حاجه ايفيدونت على خاطرنا احنا ما ناكلوش كيفهم دونك فما برشا حاجات ما تنجمش تاكلها معناتها معاهم حطينا بعضنا كلنا جمعتوها في جروب وكونتاكتينا السفاره فما خاطر بيناتنا هنا فما عائله معناتها جون كوبل عندهم ولدهم عمره عام هي معناتها تكفلت المرأة تكلمهم معناتها باسمنا الناس الكل حضرنا ليستة فيها سامينا في بالنا قلنا لهم معناتها خرجونا من هنا روحوا لتونس حتى لين يلقاو حل للمرضى على خاطر الحكاية ماهيش ظاهرة مش تاع جمعة ولا جمعتين دونك صار كوفغو فو في ووهان ولا وسكروا لي زوتوغوت الكل اللي دايرين بوهان دونك شلوا الحركة نتاع الكراهب هكاك ولينا ما نجمناش نخرجوا خاطر ما نجموش يجيبوا لنا بوس تلمنا معناتها وتخرجنا نمشيو لشنغهاي دونك قعدنا نستناو نهار لحد عاودت كلمتهم الطفله وحكيت معاهم قالوا لها راهو معناتها خروجكم معناتها بريسك امبوسيبل معناتها من وهان تويك على خاطر مسكره جمله وما لقيناش كهرباء تدخل لكم تنجم معناتها تلمكم باش تخرجكم تخرجوا تروحوا وكان خرجتوا راه لازمكم تعملوا كورنتين معناها ندخلوا في الحجر الصحي في الكورنتين هذايا 14 يوم قبل ما نخرجوا من الصين نمشيوا لتونس وقالوا لنا ما هم مش عارفين بالضبط معناتها شنو هي الظروف تاع الكورنتين اللي باش يحطونا فيها على خاطر نجموا نكونوا معناتها مخلطين محطوطين في كل فرد بيت مازالوا ما عندهمش فكره معناتها كيفاش يحبوا يثبتوا في هذيك قبل دوكو التويكه ماناش عارفين معناتها مازالوا يحبوا يثبتوا لنا في هذيك وبطبيعه الحال معناتها مثلا الفاميلي اللي كانوا يحكيوا معاهم معناتها باسمنا التويكه ولاو معناتها يليزيد باش يروحوا على خاطر خايفين على ودهم كان الحق الكورنتين ماهيش اسيوري معناتها الواحد ينجم يمرض بالطبيعه باش يخاف على اولادهم دونك مازال ما نعرفوش توت فاسون هي السفاره معناتها كل يوم تكلم فينا تخدم على روحها تاع الصحه اما ما تصورش وحدها تنجم توصل لحل معناتها مع الحكومه الصينيه خاطر هاني تويكا معناتها ولينا نسمع معناتها امريكا باش يخرجوا جماعتها وفرنسا والمغرب والاردن اما السفاره نتاعنا تقول لنا راهو مازال ما خرج حد. سيف الدين حاج عثمان دونك تونسي موجود في يوهان مدينه الصينيه دونك من الطلبه اللي موجودين غادي نحيوه نقولوا ان شاء الله ربي باللطف وان شاء الله ربي يحمي بلادنا دونك هذه اكسبيريونس تونسيه مباشره من وين موجود الفيروس كورونا وان شاء الله ربي باللطف نتعداو توت سويت لهاتش عندك كيدس مع الصغرونه مرام مرام
عسلامة ومرحبا بيكم، هات عندك كيتش. أنا مالكش ألواح، أخت مالعبش ألواح، مالعبش تحبها في روح. ياخو قلت نبدا في بلعشتها، على حاطر حبكم محبكم مش تشتني. عايزات ملوكة تحط قدمها انت، هات عندك كيتش؟ لا لا لا، حبا أنا مش وحدي، اخدم على روحك. يطلع منكم الصغيرات. اليوم شنعملوا حلقة سبيسيال للصغرونات، أنا بدوب أصغر صغرون بعثلنا فيديو. يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله شاطر شاطر، وانتي على خاطر شطورة وشاطرة باش نعطيك بوسة سبيسيال. Baby take my hand, I want you to be my husband. أنا عملت حمي وانتي شنو عملت؟ كلهم انا التونسي ملحومة يا حومة، معنقر كبوسي معلق المشمومة. ايا ان دو تخوا نبداو سي تو تقلم تقاتم. ايا نبداو بالعميل وليت العميل خدي خدي خديشة قوية الطفلة هذه، ترى فما شكون أقوى منها؟ قديش قوية فل هذا، صغار وما يحيروا في شيء. شوفوا الوليد هذا والله صحافي ويعمل في البوس. على العاد الإمام تعمل معاه سيلفي وقت اللي فما بالشابة تونسية تاخو في بريم عليها متاع بالتانيث الذهبي. سي سكوندالو، ألوغ غربلونا فضلكم وخليه أهل الذكر للذكر. ريتو الميكرو اللي في يدو مش بروس، هذيك هذيك الميكرو بالحق أما تصغر. حبي ولد عواطف راهو قاهر لي قلبي، هذيك القوة الميكرو تصغر تنشط بي تمشط بي شعرك. شوفوا هذي شعرها محلي. على ما صغار محليهم الكبار غاروا منهم، وليوا يدخلوا رويحهم شي تعدوا في هيتش عندك كيت. سيتو 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 أبي تعاي، ربي فضلك ليهم نور لهم بيتهم يا عسلة. فما فيديو آخر توليد كبير متنكر في وليد صغير. دامتو كوسيتا دامتو كوسيتا خمسة وخميس علي، كمل الوليد هذا بش يتعدى رجع روحه خميسة مش خميس. منهم مرة ناس الحب المعزات ودك علي ذي خليتو لينقرب للمعزة وتلحت عليه وقلت له اسم الله. راو روبريك هذي تصغيرة كل في الكبار يحبوا يتصوروا معاه، قول لهم الكلام هذا اللي قولهولك خبيث التيك توك الصغرونة. طنشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم. فهمتوا تو الجو ربوك وضحكة ما تلقاو كان مع الصغيرات. الحتة اللوزة اضعف من لحم الموزة، ايوة انت صحيح مرفوزة بس انا بعشق تفاصيل. وهكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا، إن شاء الله حلقة تكون نلت إعجابكم، وما تنسوش تبعثونا برشا فيديوهات أخرى على رقم أسفل الشاشة. حب نسلم على الناس اللي تبعوا فيا أنا مرام سلوى على الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب، حبكم برشا مع تحيات مرام سلوى. فما فيديو جديد الكبار ديما شادين يحبوا يبعثونا فيديوهات برا ميسالش، خليهم صغيرات اش نعملوا لهم؟ اولنا صغار واخرنا صغار، اش خير من الصغر؟ تونيزي يا تونيزي معك ربي والنبي، محلينا التوانسه صغار وكبار. برافو، تصفيقة كبيرة برشا على صغرونا مرام. نلعبوا فوت بالفاسون تاع جودي تو مباشرة من ملعب جودي تو، نلعبوا ميني فوت. طرح الكرة نتاعنا يبدا توا، دونك ليكيب اللي فاز زياد المكي ووليد التونسي وينو الفيراج نتاعهم؟ ليكيب الثانية ميغالو والأخت رابعة وينو الفيراج؟ ميني فوت اللي
يعني مركي ثلاثة بونتو الأولانيين هو اللي يربح. 3 2 1 توب. بشوي التكويره. هاي وليد شنو رايك في التكويره؟ بعد نعمل بشكوفات في التيران. برجوليه خلال عميقة والله. ميقالوا بارح عنده كورونا والكل في وجهي الكورونا وريحة الكورونا. شديت ريحة الكورونا يا سيدي؟ لا ما هو خاطر شافني نكح قبيلة خاف. لا والله لاباس لاباس. زياد بصراحة زياد العباد تراهوني أنا ننصحهم كان راهو الأيادي شعمل. فما برشا أيادي الخفية. أيادي الخفية معناها. أنتو كان نجم نأكدوا لي ميقالوا رابع. تلقى وقت بروح معناها. إيكيب ميقالوا ميقالوا رابعة. فوالا ميقالوا رابعة برافو الأولاد ميقالوا رابعة. وعلى ذكر الربح السؤال يقول ها ماركيز مربح اكيد للروح من الغزول ما غير ماركي روحي السؤال يقول بما انه عندنا ربح وعندنا خاسر فما حاجه ديما رابحه شنو هو الابليكاسيون اللي كلها ربح على ديويز ما غير ما نستقبل محذية محاسن عسلمة يا محاسن مرحبا مرحبا محاسن
يا مرحبا يا مرحبا. ما حاسه شنو عندنا جديد في نيويز؟ شنو عندنا جديد في نيويز؟ اليوم اوفيسيلمون نقولها فوتنا لي 500,000 تيليشارجمون اول مره في تونس. ابليكاسيون 100% تونسيه تفوت النص المليون تيليشارجمون. نص مليون تيليشارجمون سفيت هذا نص مليون تيليشارجمون. نورمال نحتفلوا بها هكا. اي باش نحتفلوا. وانا بصراحه قاعد نخمم في حاجه. كيفاش نجم نولي بارتنير معاكم؟ والله عجبتني. هو هذا هو الجديد الثاني اللي باش نحكي لك عليه اليوم. انت تعرف اللي احنا نسوم من ستارت اب سبيسياليزي دون لو ديجيتال. اون اي 100% ديجيتال. دونك خدمنا اون بلاتفورم اون ستراتيجي ديجيتال ديديي اونيكمون بور لي بروفيسيونيل. اش معناتها؟ معناتها اليوم اي بارتنير من تونس لبنقردان مهما تكون بلاصتو مش لازم يستنى حتى لين احنا نجيو ولا حتى لين هو يجينا، ينجم يقترح اللوفر نتاعو على نيويز.com. اها. اون سول ادريس ا روتنيغ نيويز.com. NIWEES.com. باهي. كيفاش تولي بارتنير؟ كيفاش تولي بارتنير؟ فما ان توتو دايوغ يسرا توجور ديغيغ نو اللي يدخل على نيويز.com يكليكي على اسباس بارتنير ومن بعد ديفونيغ بارتنير يعمل الفورمولير نتاعو. الفورمولير هذا اللي تري امبورتون باش يعمل توت لي انفورماسيون يخلينا ديجا باش نتعرفوا عليه. ابخي سا او بو دو 24 اور يا اون كونسيير نيويز اللي باش تكلمو باش تكمل تفاليدي معاها الاوفر. دونك لا استراتيجي هذه ديجيتال تخلي لاي واحد نعاودها في تونس الكل من بنزرت لبني قردان بو امبورت وي لي اللي يدخل على نيويز.com باش يقترح الاوفر نتاعو. باهي وهي موجوده توا ديجا الاستراتيجيه هذه موجوده؟ ديجا اون لا مي اون بلاس يا كيلكو تون اي سا مارش على صفاقس وجربه. دخلنا فوق 30 اوفر على صفاقس وجربه. سيريوزمون جاونا على نيويز.com اي زون رومبلي لور فورمولير. ديكو عمرو الفورمولير نتاعهم كلمتهم اون كونسيير اي جوست كملت فسرت لهم كيفاش يفاليديو ان كيو ار كود وقت اللي جاهم ان يوتيليزاتور. باهي فرضا وليت بارتنير معاكم. اي وحبيت نفهم استراتيجي وفهمتها ديجا الاستراتيجي هذايا بالكدا. شنو هي لي زافونتاج اللي عندي؟ لي زافونتاج هو الكوميرسيال وقت اللي يمشي بور دون لي غوند فيل سوسا فما جنبها ساكن بنبلا قصر هلال كيمشي المهديه فما الشيبه لي بتيت فيل هذوما احنا ما نجموش نوصلوا لهم. دونك هما اللي عطاونا ليدي باش نعملوا لا استراتيجي ديجيتال هذيه. دونك هما ينجموا يجيونا اونكور اون فوا على نيويز.com اي باش يقترحوا لوفر هذيه. حاجه ممتازه هما ديجا اللي عطاونا ليدي هذيه. عاود فكرنا كيفاش نجموا نستمتعوا ونتمتعوا بنيويز، كيفاش نجموا نعملوا؟ طيب انا قاعد نتفرج كيفاش نجم نعملوا. فما ما خير مني باش يفسر لك نيويز. امين. قولي زياد. لا مش زياد، اما باش نسرق لك الفخاز نتاعك. قل. نشوفوا مع بعضنا الفيديو غدا. ممتاز. مرحبا بكم في الابليكاسيون نيويز. كيفاش نستعمل نيويز؟ ساهل ياسر، بعد ما تيليشارجي الابليكاسيون وتعمل بروفيلك وعلى كل تليفون يجيك من اي عبد تطالك ببليسيتي تتنحى بنزله واحده. كل ما تكمل تليفونك يتزيد لك اوتوماتيكمون 10 نقاط نيويز. النقاط هذم تستعملهم باش تتمتع بتخفيضات على الزفخ اللي موجودين في ستور. كيفاش تتمتع بخدمات نيويز؟ تدخل ستور وتختار لوفر اللي تحب تكونسوميها، تلقى المعلومات الخاصه بها الكل بالغزيرفاسيون ولا بلاش، نمره التليفون، ادريس البارتنير اللي باش تمشي تكونسومي عنده لوفر. تنزل على جو بروفيت دو لوفر وتهبطها عندك في البانيي، وفي ظرف المدة المحددة للاستهلاك تمشي للبارتنير اللي باش يفاليدي لك الكيو ار كود وكيكا تتمتع باللوفر نتاعك. سايي خلصت البارتنير بعد التخفيض وفاليدي لك لوفر. نيويز تربحك دي زانكاش اللي باش يزادوا لك كل ما تكونسومي اوفر. لي بوان هذم يمكنوك باش تشري دي كارت جوجل بلاي، دي كارت تليفونيك باش تشارجي تليفونك وبرشا مفاجئات اخرين يستناو فيكم. مع نيويز انت ديما الربح. يعطيكم الصحة. دونك وضحتونا وفهمنا كيفاش تولي بارتنير مع نيويز وكيفاش نجم تستعمل زادة نيويز. بي عندكش إضافة تحب تزيدها لنا؟ الإضافة اللي نحب نزيدها لكم دونز ان بروميي تان البارتنير اللي موجود في أي بلاصة موش أوبليجي عليه باش يجي يشوفنا ولا احنا باش نمشيولو كما قلت يجينا على نيويز.com باش ينجم زادة لوتيليزاتور في أي بلاصة يمشي ويتنفع باللي زوفر اللي باش يربح بهم لنيويز كاش اللي نجم يترجمهم كوارت تليفون فورفي انترنت كارت جوجل ومازال الخير جاي. مازال الخير جاي والربح تسويت تسويت. شخاركم كان نتعداو للربح مع نيويز تتصلوا بالتليفون. شوفوا كان موجود معنا مدام سناء عباس وعنا سؤال واحد لها فقط. الو عاصم مدام مرحبا.
عسلامة سيدي. مرحبا مرحبا يا ليلى، تحياتنا من عند الكرونيكور توصلك الكل من عند التجديد اللي حاضر معنا الليلة. مشكورك على اختيار قناة الحوار التونسي، انت اون ديريكت موجودة معنا في جودي تو. والسؤال ليك يا مدام سناء، سؤال واحد فقط، شنو الابليكاسيون اللي الكلها ربح؟ هي نيويز. نيويز إجابة صحيحة. باي ما حاصل، شنو ربحت مدام؟ شنو ربحت مدام؟ في بالي ربحت شاركت في باج فيسبوك متاع نيميز على تليفون، ولا 1500 نيميز كاش، ولا بون دشان 100 دينار. هو صحيح، ربحت معنا ان تليفون بقيمة 800 دينار، 1500 نيميز كاش اللي انت تنجم تترجمهم في كوار التليفون ولا فورفي انترنت، اي بدني لك شيك كادو متاع 100 دينار. اللي هي عنا بارتنير فيديل اسمه برومو هوتيل، كي شاف الجو كونكور على الباج فيسبوك قال نحيو ليك الشيك كادو، وانا راني نحب نربح ان ويكاند بور دو بيرسون في توي بلو اوسيانا سويت فونتال دومي بورسيون 5 ايتوال دو لوكس. يا ليلى ألف مبروك يا سناء، يعطيك صحة سناء، وتحية مرة أخرى توصلك من عند الببليك اللي حاضر معنا اليوم. بارك الله فيك سناء، عايشك أنت محاسن، بارك الله فيك يا محاسن. وأكم سمعتوا، أكم سمعتوا كيفاش تنجم تولي بارتنير مع نيويز، نيويز.com. فوالا، وكيفاش تنجم من أي بلاصة تنجم تقترح خدماتك وتنجم تكون موجود مع نيويز على نيويز.com. ميرسي محاسن، بارك الله فيك، والببليك والجمهور اللي يتفرجوا فينا ما تنساوش. أنا هي الابليكاسيون كلها ربح. نحكيو كاش، نحكيو فلوس، نحكيو على 20 مليون كاش سيد المشاهد الكريم، باش يكونوا ليك انت باذن الله ان شاء الله يا ربي الاسبوع القادم بحرف تي بالاس ام اس على 85811. 20 مليون كاش ان شاء الله ليك انت الجمعه الجايه، راجعين بعد الاشهار.